مشاهدي متابعي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. صراحة مأساة حقيقية كتعيشها هاد السيدة. هذه هي مسنة مجموع لها تقريبا عام ديال الكرة، كانوا غير المحسنين اللي كيخلصوا لها الكرة بحكم أنها ما عندها حتى شي واحد، كانوا غير الناس كيتعاونوا معاها تخلصوا لها داك البيت اللي هي كارية. ملي ما بقى حتى شي واحد كيخلص لها الكرة راه تجمع عليها الكرة مدة ديال عام. تنعرفوا أن الناس اللي كيكريو ليك يعني إما غادي تخلصي يا غتخرجي. هاد السيدة فاش غتخرج فين غتمشي؟ ما عندها حد، ما عندها وليدات، ما عندها حتى شي واحد، راجلها ما كاين، زعما طلقوا ملي كانت شحال هادي. دونك دابا هاد السيده حاليا كتعيش واحد الظروف اللي صعيبه، وبغات المحسنين اللي داخل وخارج ارض الوطن باش انهم يساعدوها ويعاونوها يخلصوا معها غير الكرا ديالها. اولا قالت لي انا ما كرهتش غير شي بيت، شي بيت يكون ديالي ويكون ديالي ونكون مهنيه، ما غادي يجري عليا حد، ما يخرجني حد، حيت دابا ولات عايشه وخايفه، ولا فيها واحد الخوف ديال راه غادي يخرجوها من الدار. السلام عليكم امي. امتي شنو المشكل اللي عندك؟ شنو المشكل اللي عندك؟ عندي بنتي كاريه وما صليت باش خلص ليا الكرا، كانوا الناس يخلصوا ليا الكرا ما بقاوش غبره. ايوا بقيت هكاك، دابا كان الناس باغيين يخرجوني من داك البيت وانا كنصبر كنخرج نبيع ما كنبركش. دابا شحال ما يتجمع لك عام ديال الكرا؟ عام ديال الكرا. شحال كتخلصي في الشهر؟ 12 600 درهم. اه تما وضو خلص. دابا مهمتي ما كتلقايش باش ما لقاش نخلص الكرا بنيتي، ما نقدرش نمد يدي وكنخاف. امين. ما نقدرش نمد يدي. يعني مهمتي ما تقدريش انك ما نقدرش ما نقدرش نخلص الكرا مهمتي. بغيت ربي بيا يساعدك بنيتي، الله يسهل عليكم ما صعب. غلبك مهمتي. غلبني الكرا بنتي. الله يعمر ربي يسهل عليكم. ما عندك عائلة؟ ما عندي عائلة ما والو، شكون باقي العائلة؟ كلشي مات، كلشي مشى. عبد الله يعني ما عندك حتى شي واحد؟ ما عندي عندنا، ما عنديش عندنا الله سبحان الله. شكون يقول لك الناس مالين الكرا؟ اش كيقولوا لي؟ كتقول لك اتبركي مقوده ولا تخرجي، خلصي لي الكرا ولا تخرجي. كتقول لك يا خلصي يا تخرجي. اي خرجي. اها هي تخلصي يا تخرجي. نخرج. وانت الا خرجتي فين غتمشي؟ ايوا نشوف فين نمشي، فين نمشي. لا شرود نبقى في الزنقه تيقتلوني بعضينا بنتي، والوقت خيابت والوقت صعابت والوقت الله يحد الباس علينا. انا ضربوني بحجر، انا ما صرت خلوني دم واحد، هزتني واحد بنت بحال كي داتني السبيطار خيطات لي الراس وجهي وشرات لي داك ديال الميكروب وصافي وبرك. ها كاين الله. يعني ما مشيتي حاليا كتعيش ظروف صعيبه بزاف؟ صعيبه. ما كتقيش كتحلي حتى في الماكله؟ حتى في الماكله ما كنلقاش، نتسلف اللي نتسلف واللي ما نتسلف ما يقول لي سير الله يعاونك، ندير على الخبز واتاي ونبرك. واحد البنت بحالك مسكينه تشري باكيت السكر باكيت جاتي ناكل بها حتى الله. ملي ما يكونش عندي كنبقى لغال الله على الماء والخبز، الله يدير لنا تا ولا بنتي. يعني مهمتي ظروفك صعيبة بزاف؟ صعيبة بزاف. ما كاينش ما كاينش اللي يعاوني والو بنيتي، كاين الله، كاين الله بنيتي، بغيت ربي يسهل عليكم ما صعب. شنو بغيت تقولي للمحسنين اللي قادرين انهم يساعدوك ويخلصوا لك الكرا ديالك؟ واخا يشوفوا لي عا براكة ولا عا بيت السطح بركة عليا. ما كرهتيش شي حاجة تكون ديالك؟ عا ديالي عا بيت بحالك عا هكا فين نبرك صافي. في النعس ورتاح. هاد الكرا ديما كيبقى يتجمع. اه يتجمع عليا بنيتي، هاك عبيت بحالك، عبيت، عفي السطح ولا براكه ولا اللي كان. الله يعمر ربي يسهل عليهم ويخرج ولا خير، الله يعمر ربي يسهل عليهم، ما تمنوا. الله يعطيهم الحجة ويصلح الوليدات دم، الله يفاجئ عليهم، الله يحن عليكم بنيتي. شحال هادي كيفاش كنتي عايشة؟ ها؟ شحال هادي كيفاش كنتي عايشة؟ عايشة باش الظروف. كنتي عايشة مزيان؟ اه. شوفي لي هاي شنو هاي، شكون لي شنو هاي. قولي كيفاش كنتي عايشه؟ المهم شحال هادي؟ كنت عايشه باش ما طال هادشي اللي كنت باش عايشه. كنتي عايشه مزيان؟ اه خضيره. نمشي نعاد الخضاره نجيب خضيره نجيب هكا نجيب هكا نتسلف هكا نتسلف ملي ما نسيبش نخلص نبقى. كنتي خدامه شي خدمه؟ كنت خدامه في صايله في المارشي، نضل نبيع ديك الخضيره نبيع ديك الصايله ونجيب اللي قسم الله ناكل وعا ناكل تشري خبيزه. كنت في المارشي؟ في المارشي في صايله. اها. عا بصايله كنعزلها وناكل. دابا مولتي كبرتي في السير؟ كبرت ما بقيتش نقد نخدم، مع الضربه وليت ندوخ كنطيح. كيفاش القضيه ديال الضربه شنو وقع عليك؟ دابا هما كيضربوا على الكارو وانا غادا نجيب على القهوه مع الصباح نهار الاحد مع العشره، عطاوا لي الراس. ذاك الضربه اللي غضربوا لك فاطمه جات فيا انا، مو كتبيع الخضره، عطاتني 600، قلت لها دمي انت 600 اش دير ليا؟ ما تجيب لي حتى الدواء. قالت لي سيري عند مولات البغرير اللي يضربك ولدها راه هرب. كان غيضربوا ولدي راه ضربك انت. يعني حفظك الله. حفظني الله بنيتي ورضاك الوالدين. دابا النداء الوحيد ديالك هو الساكن، اهم حاجه الساكن. اه بغيت عاب ويجيت بحال هكا ولا كويزينه ولا اللي كان. الله يعمر ربي يخرج سيرفيسكم على خير. الله يعمر ربي يفاجئ عليكم. من مراتك انا نقولها لك ملي عليك كنتي عاودي مورايا. واخا. 07 07 70 70 82 82
88 90 90 58 58. مشاهدي ومتابعي قناة الفيديو، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وكيف ما كتشاهدوا معنا هاد السيدة، خليك هنا اجي المهم شكون معايا هاد السيدة، كيف ما كتشاهدوا معنا مسنة مجموع عليها العام ديال الكرة. الناس اللي غادي يتصلوا بهاد السيدة غادي يعني الناس اللي غيتصلوا بها غادي يتصلوا بغرض المساعدة. الله يجزيكم بخير، ما تفلوش عليها، حيت السيدة يعني الحلم ديالها هو دير شي بيت ديالها يكون ديالها تكمل فيه، كيف ما قالت داك الشيء اللي بقى في حياتها تكملوا في داك البيت. قالت بيت في الصباح أولا براك، مهم تكون ديالها، مهم هو يكون شي حاجة ديالها، حيت ماشي سهل أنك تبقاي ساكنة وخايفة أنك تخرجي. دابا تقريبا عام د الكرار مول الدار، خي صبر عليك، راه صبر عليك عام غايقول لك خرجي واحد النهار، ولا خرجت هاد السيده فين غتمشي؟ واش غتشرد؟ لا ما ربيش سهل عليكم. الرقم هو 07 70 82 90 58. كنتمنى منكم الله يجازيكم بخير انكم تعاونوا هاد السيده هادي وتساعدوها، حيت فعلا محتاجه لكم باش توقفوا معاها. الله يجازيكم بخير. هاد السيده ما طالبه والو، طالبه غير شي ساكن اللي تستقر فيه شي بيت. صراحه الكرا كيغلب والشهر دغيا كيدوز دغيا يوصل خاص يعني كتقول لك انا مستافده من داك البيت، خاصني دخل مني 600 درهم. يعني كنتمنى انكم تساعدوها وتعاونوها. الرقم راه خليناه لكم مشاهدينا هنايا في يعني في هذا العنوان هذا 06 07 70 82 90 58. هذا الرقم حطيناه للمساعده فقط، الناس اللي غتصل باش غتساعد، ماشي باش غتفلوا على هذه السيده ولا تبقاو. راه مرا كبيره في السن، يعني الله يجازيكم بخير ساعدوها. وهنا مشاهدينا بقى لي الى نودعكم، نتلاقاكم في بث اخر، موضوع اخر. السلام عليكم ونهاركم مبروك.